نبلش حلقتنا لليوم مثل ما سبق وقلنا بالمقابلة يلي أجريناها مع الممثل اللبناني باسم مغنية، يلي بداية حبينا نتوقف معه عند الثنائية الخليجية اللبنانية بمسلسل هروب. فتعوا معنا حتى نشوف كيف علق باسم على هذا الأمر. لأول مرة إذا بدك بنعمل إذا بدك ثنائية خليجية لبناني لبنانية يعني، ومعنا أبطال من لبنان كمان، جيسي عبدو وديليان نمري ومجدي مشموشي وكارول عبود، لأن أسماء كتير أنا بعتز فيهم. مبسوط بهذه الخلطة الحلوة، ومبسوط إنه الدراما اللبنانية بلشوا يحبوا يشوفوها برا ويتابعوها ويحضروا إذا بدك لهجتنا ويحبوها. بما انه باسم انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل هروب، قلنا هات لنسأله عن المشهد يلي بعده راسخ بذهنه، برأيكم شو قالنا؟ هني مش مشهد واحد، هني كذا مشهد ما بدي احكي عنه لانه كان عم قصة فيها تحليلات كثيرة، اذا بقول لك هلا بكون كشفت الخيط اللي بدنا نحكي عنه هيدا، بس في كذا مع مشهد انا ناطرهم. واضطرنا بحديثنا مع باسم عن موضوع الممثل اللبناني، فقلنا له يا باسم كيف بتقيم لنا الحظوظ يلي عم يحصل عليها الممثل اللبناني هيدي الايام؟ وشو رايه بموضوع الحزازيات يلي كانت عم بتصير مؤخرا بين الممثلين اللبنانيين والسوريين؟ لك الشطاره ما على مش ما فيها جنسيه، يعني لك الواحد بياخذ فرصته بالحياه، يا بيقدر يثبت انه هو ممثل جيد يا ما بيقدر. وبالتالي في ممثلين سوريين عظيمين رائعين انا افتخر بصداقتهم، وبالتالي في ممثلين لبنانيين كمان عظيمين رائعين افتخر بصداقتهم. بالتالي كل واحد بياخذ فرصته من خلالها ببين اذا هو هيك. انا ما بحب احكي بجنسيات لانه الفن اعلى بكثير من هيك، يعني اللي بعرفه انه اي ممثل شاطر عم ياخذ فرصته بعمل عم يقدر يبين فيها، وهذا الشيء اذا بدي احكي عن حالي انا بحكي عن تانجو، بحكي عن ثورة الفلاحين، بحكي عن السر، بحكي عن للموت، ولا عم بحكي عن هروب. بما انه باسم هو من الاشخاص المخضرمين على الساحة الفنية ومسيرتهم التمثيلية كتير كبيرة، فقلنا له يا باسم مين هو الشخص اللي بتحب تلعب معه ثنائية بالايام اللي جاي؟ في كتير ممثلين انا اشتغلت معهم بحب ارجع اشتغل معهم، ما بحب اذكر اسماء لانه في كم حدا بحبهم انا، وفي ممثلين ما اشتغلت معهم كمان بحب اجي ما بحب اذكر اسماء، يعني مش اي ممثله تلعب اي دور لانه في ممثلات يمكن ما بيقدروا يلعبوا ادوار معينه او ما بتلبق لهم، فبالتالي بهمني انا الشخص اللي انا عم مثل معه يكون بيشبه الشخصيه اللي هي موجوده بالنص. ومن بعد ما سمعنا حديثه لباسم سالناه اذا جابه لتلعب دور قدامه ممثله مبتدئه ولكن اي من الجمال، فهل بيقبل؟ ليش لا؟ اذا هي شاطره ونعمل لها كاستنج مظبوط وهي عن جد شاطرة وقد الدور ايه، بس اذا هي مش شاطرة لا انا اكيد ضد. لاحظنا بالاونة الاخيرة انه باسم كتب تغريدة اعتبرها عدد كتير كبير من المتابعين انه كانت مبهمة، اذ قال اذا كان هناك اسم للجبان فهو انت، فاكيد نحنا كان عنا الحشية لنشوف مين هو. قصد شخص معين اكيد هو قريها وبيعرف هذا الشيء، بس حبيت الجملة يعني كتبتها ولا كنت بعتوا لي على تليفونه لو هيك، بس حبيت اكتبها لانه حبيت الجمله طلعت معي. من بعد ما سمعنا كلماته لباسم وشفنا قد هو مشجع لموضوع الدراما العربيه المشتركه، اكيد من البديهي نساله اذا اليوم كان في دراما كرديه عربيه هل ممكن انه يقبل يكون في له دور؟ بتشرف اكيد، وخاص انا بسمع عندي اصدقاء عملوا كثير اعمال بكردستان، بس اكيد انا بحب احكي اللغه العربيه لانه انا كثير عندي صعوبه اتعلم لغه، هذا عندي اتشرف اللغه الكردستانيه، بس ايه اكيد بتمنى وبالخص اذا كان في انتاج منيح والقصه منيحه. وطبعا بختام حديثنا معه لباسم حرص انه يوجه رساله لجمهوره بالعراق، برايكم شو قال؟ بدي اقول انا تابعوا مسلسل هروب على شاهد، وتابعوا كمان برمضان للموت الجزء الثاني، اللي حضروا يتابع الجزء الثاني لانه احلى بكثير من الجزء الاول، واللي ما حضر الجزء الاول يحضره ليتابع الجزء الثاني. بعدهم بقصه حلوه، عمر بعده مثل ما هو يعني داخل بعده شخصيات، عمر منا شخصيه واحده، وبعدهم يعني باحداث حلوه ما بدي احكي اكثر من هيك.